متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: صخات رعدية في جازان وعسير، وهي أمطار موسمية مستمرة في تلك المناطق. أيضا رياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا في بعض المناطق خلال ساعات النهار، وأيضا استمرار للحرارات حول معدلات مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. نبدأ نشرتنا باستعراض صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، التي توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الجنوبية جنوب منطقة الربع الخالي. هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على تلك المناطق، بينما ساد الطقس صافي إلى قليل الغيوم في باقي المناطق. ننتقل الآن إلى خرائط توزيع الأمطار من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة. يلاحظ استمرار لفرص هطول زخات الأمطار فوق المرتفعات الجنوبية الغربية خلال ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي، وهي أمطار موسمية في مثل هذا الوقت من العام، بينما يكون الطقس مستقر ولا فرص لهطول زخات الأمطار في باقي المناطق. أما بالنسبة لخرائط الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، يلاحظ استمرار لدرجات الحرارة الصيفية الاعتيادية في عموم المناطق. درجات الحرارة حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام، أي تكون حارة في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، أيضا المنطقة الجنوبية. تكون أقل حرارة في المنطقة الشمالية، لكن ينبه إلى أن درجات الحرارة تصبح مائلة للبرودة إلى باردة نسبيا في المنطقة الشمالية خلال ساعات الليل والصباح الباكر. أيضا درجة الحرارة تكون معتدلة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. نعود الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 28 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، طقس مستقر خلال عطلة نهاية الأسبوع. يوم الخميس 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 28، نفس الحرارات يوم الجمعة. أما يوم السبت طقس صافي 41 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.